السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، شلونكم؟ الله يعطيكم العافية، معكم محمد من قناة أعزائي مفتل أصدقائي بفيديو جديد وحلقة موثوقة جديدة عن الرقصات السيزون 15 المجانية واللي راح تيجي معنا برويال باس واللي راح تكون معنا تفتيح باكجات، كلها راح نشوفها إن شاء الله بإذن الله تعالى بهالفيديوهات. فبدي أحكي بنقطة معينة كتير مهمة شباب، بتردني كتير بالتعليقات، ما راح أحسن أرد على كل التعليقات بس أرد عليهم بهالفيديو بكلمتين. يا شباب في ناس كتير من الناس عم تيجي عندي بتعليقات يا عزب غير محتواك ولا تنزلنا تسريبات. يا شباب أنا عم بضل يومين أحيانا ثلاث أيام ما عم بنزل فيديو لحتى أحصل فيديو تسريبات يكون موثوق 100% لحتى أنزلكم إياه. في كتير من الناس ما تقدر هالشيء هذا، وفي ناس كتير كمان عم تحط لايك، الله يعطيكم ألف عافية. الناس عم تحط لايك بس في ناس الأكبر 70% ما بتحط لايك شباب، هن بجوز ما يعرفوا هالنقطة هاي، فحبيت انوه عليكم هاي النقطة هاي شباب. ولا بكتب لي يا عزم غير محتواك شباب، حاولت اني اغير محتوى ما صار عليه مشاهدات، الناس هلا مشتركة عندي بالقناة لاني قناتي خاصة بالتسريبات الموثوقة 100%. فلذلك شباب بعد اذنكم بلا هالتعليقات هاي، يعني نحن عم نشتغل مشانكم، منه نستفيد نحن ومنه نفيدكم نفس الوقت. فبعد اذنكم شباب طجوا لنا لايك وخلينا نوصل هذا الفيديو اكثر من 5000 لايك، ويلا شباب خلينا نتابع بعض بالتسريبات. اول شيء شباب بدي انوه عليه هو مود الزومبي اللي التغى عنا من زمان، هلا راح ينزل طور جديد يعني ان شاء الله بالتحديث القادم، ما له علاقه بالسيزون 15 بس حبيت اطلعكم اياه اقول لكم اني راح ينزل هذا المود باذن الله تعالى. طبعا هلا نحن هون معنا بعض السكنات اللي راح تكون معنا مجانيه، وبعض السكنات تكون معنا بالرويال باس، وبعض السكنات تكون معنا تفتيح الباكجات. هلا تشوفوا يا شباب معنا كتير رقصات، كتير رقصات تشوفون شباب لحد الساعة هاي. انا هلا بعرضكم كل الرقصات الموجودة بس ما بعرف شباب ان هالرقصات راح يكونوا معنا بالرويال باس الاكيد 100%، هن الرقصات كلهم موجودين عشان ما حدا بخاف يجي تحت التعليقات يقول لي عذاب ايه ملح موصوف انا شو طلعتوا شباب، هدول الرقصات كلهم جايين. بس عم بقول لك الرقصات اللي راح تيجي بالرويال باس الاكيدة شو هي ما بعرف، والرقصات اللي راح تكون تفتيح الباكجات شو هي ما بعرف، والرقصات اللي راح تكون معنا بالرويال باس اللي شاحنين. في رقصات مجانيه بتطلع للناس اللي ما شاحنين الرويال باس بالسيزون 15، وفي رقصات بتطلع للناس اللي بتكون شاحنين الرويال باس غير الرقصات اللي بتكون معنا بالباكجات. طبعا هلا انا عرض لكم جميع الرقصات، خلينا نشوفهم مع بعض يا شباب. طبعا هون في رقصة كتير 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 حلوة شباب، ما بعرف شباب إذا بتنزل بالرويال باس ولا راح تكون معنا تفتيح الباكجات، بس دائما خدوها قاعدة والمتابعين القديمين بيعرفوا هالموضوع هاد. الرقصات الكتير حلوة الأسطورية ما بحطوا لك إياها بالرويال باس، يعني كلها بعضها أنت شارح بس بعشرة دولار، شاحن عفوا مو شارح، شاحن بعشرة دولار فقط. فلذلك ما بحطوا لك الرقصات الأسطورية بالرويال باس، بحطوا لك يوم بتفتيح الباكجات عشان الشركه تستفيد اكثر واكثر. هدول هن الرقصات اللي موجودين معنا بالرويال باس. وهلا بعد ما نعرض الرقصات شباب راح نعرض ان شاء الله السكنات اللي راح تكون معنا بالتحديث القادم. هدول السكنات الفرعونيه اللي راح تشوفوها راح تكون معنا بالتحديث القادم، ما لها علاقه بالسيزون 15. السيزون 15 طلعناكم كل الرقصات المحتمله اللي راح تنزل ان شاء الله بالسيزون 15. هلا راح اترككم مع السكنات اللي راح تكون ان شاء الله بالتحديث القادم مع جميع الرقصات وسكنات الاسلحه الموجوده. انا بدي انهي الفيس كام شباب واترككم مع الفيديو. بعد اذنكم شباب لا تنسونا من لايك، مداكم جميل. اذا انت اول مره عم تشاهدني لا تنسى اشتراك بالقناه وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بدي انهي الفيديو، كان معكم اخوكم بلا محمد، تابع قناه زمافيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.